خلينا نطمن كمان على فريق يد السيدات واللي حقق الفوز على الجزيره بنتيجه 27-20 في المباراه اللي اتلعبت النهارده على صاله النادي بالجوله قبل الاخيره من الدور الاول للدوري. الفريق حصل على راحه من التدريبات لمده 48 ساعه، بعدها يستأنف التدريبات استعدادا لمباراه الجوله الاخيره ضد سبورتنج يوم 1 يناير اللي جاي في اسكندريه. كل التوفيق لسيدات الزمالك باذن الله.